المساعدات العربية والدولية للبنان مستمرة، وحملة الإمارات معك يا لبنان التي انطلقت بتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى تفاعلا واسعا من الإماراتيين والمغتربين اللبنانيين. ونحن إن شاء الله مع لبنان في كل ثقيلة وخفيفة. الإمارات معك يا لبنان، ما إن رفع اللبنانيون صرختهم طلباً للمساعدة حتى جاءت دولة الإمارات. نقف إلى جانب لبنان وأكثر ونطلق حملة إغاثية لمساندته. أطلقها الشيخ غياب محمد بن زايد رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. انطلقت الحملة منذ 8 أكتوبر، وابتداء من يوم غد سيتم بدء تجميع مواد أساسية. تم تجزيء الطرود الغذائية وهي الأساسية، تتوقع من 14 صنف وهي المواد الأساسية. نحن ركزنا بناء على احتياجات، دائما في كل إقليم أو كل دولة لها احتياجات خاصة. المتطوعون الإماراتيون واللبنانيون موجودون في المراكز يوم غد. اليوم أنا أحب أشكر صراحة الأمانة الشعب الإماراتي الوفي الواقف معنا اليوم، وإخواننا الأشقاء اللبنانيين اليوم مثل ما تشوفون متعاونين ومتكاتفين بيد وحدة. وحتى الآن هنالك 7000 متطوع والمطلوب 11000. سيتواجدون في أبوظبي ودبي في مراكز الحملة 9، وبحسب سفير لبنان في دولة الإمارات سيتم زيادة عدد المراكز لاحقا. وبدي أشكر جميع القيمين على هذه الحملة وكل من ساهم وسيساهم بهذه الحملة، لأنه في كتير اتصالات عم تجينا من الجالية اللبنانية ومن جاليات أخرى في الإمارات حابين كمان يشاركوا الفولنتير على هالحملة. عندما تصل المساعدات إلى مطار بيروت توزع على الشكل التالي: صناديق الأدوية والمواد الطبية تمر بوزارة الصحة، المواد الغذائية الرئيسية تتسلمها لجنة الطوارئ ثم توزعها على المستودعات، ومن بعدها للمحافظين والبلديات. اليوم قدرنا وصلنا لكل المحافظات، يعني كل المحافظات صار وصل لها مواد تغذية. حملة معك يا لبنان تستمر لل 21 من أكتوبر، والأهم فيها ليس فقط كم المساعدات المتواصل، إنما وقفة الإماراتيين شعبا ودولة مع شعب لبنان.